مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده على لايف اليوم السابع. خليني اقول لكم النهارده عندنا عدد كبير من الاخبار واخبار مهمه الحقيقه يعني وحاجات حصريه عندنا، لكن خلوني ابدا بالحاجه اللي تهم الناس اللي هو الموضوع بتاع الدوري المصري، وهل هيبدا الدوري المصري ولا مش هيبدا الدوري المصري. تصريح غريب كده انا شفته للخولي محمد الخولي، ده نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، كان قال تصريح قال لك احنا خدنا قرار نهائي ما فيهوش نقاش وما فيهوش مناقشه. يعني الصيغه كمان اللي بيقول بيها التصريح كانت صيغه بالنسبه لي يعني اتفاجئت بيها وملفته وقلقتني جدا، لانه بيقول احنا خدنا قرار نهائي لا رجعه فيه ان احنا مش هنستكمل الدوري المصري. هي لو بقت الاراء لكل نادي على حده بقت طبعا بقت يعني فوضى. يعني الفرق بينه وبين بره ايه؟ ان هم عندهم حاجه اسمها رابطه الانديه المحترفه، الرابطه دي بتقعد وبتتفق سواء مع اتحاد الكره في هناك او الدوله اللي هو الحكومه، وبعد كده بتنقل قرارها للانديه لان الرابطه دي تمثل الانديه. احنا ما عندناش رابطه، او عندنا رابطه وهميه او رابطه شغاله او رابطه اتفكت، اي كلام يعني. فتصريح النائب رئيس النادي المصري كان يعني مفاجئ الحقيقه الخولي. ده بيخليني ارجع ليه حتى الفوضى في فكره طرح الموضوع اساسا على المنظومه كلها. رئيس نادي الزمالك طلع امبارح عمل تصريحات برضه، بس تصريحات انا شايف ان هي تصريحات حقيقيه سليمه. راجل قال لك انا ما عنديش مانع الدوري يرجع، اهلا وسهلا، بس لو سمحتوا قولوا لي هيرجع امتى وازاي ومواعيده ايه، يعني هيرجع ايه، جدوله ايه، نظامه ايه، السيستم بتاعه ايه، مواعيد الماتشات، هلعب الكاس امتى ولا لا، هينتهي امتى، الجديد هيبدا امتى، لان انا عندي تعاقدات وعندي لعيبه وعندي مدربين وعندي نظام كامل شغال انا هبقى ملتزم بيه. ودي فلوس، فبتتكلم في ملايين، يعني ما بتتكلمش في اي كلام. يعني الدوري يرجع دي بملايين بتخش الانديه، ان الدوري يتلغي ملايين بيخسر الانديه، فعلى الاقل الانديه يبقوا على علم بكل الدنيا وظروفها ماشيه ازاي. فالتصريح ده مهم جدا، يعني انا شايف التصريح ده مهم جدا بالنسبه لرئيس نادي الزمالك.